مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم أول رد الرانيا التومي بعد ما ظهرت في برنامج نهار لحد مهمك في حد، وكان لباسها نوعا ما مغري أكثر من لازم ومحزوق زاد بدرجة كبيرة ياسر كل شيء على برا. كما قلت لكم تعرضت إلى عديد الشتائم، لكن اليوم رانيا التومي لا تبالي، رجعت بكل سخرية معنا على منتقديها على الانستغرام وقالت أنا عادي مهمنيش، حتى لو كان الناس الكل علقت أنا شوفي روحي حاجة عادية، أنا نعيش هكا شيء ميقلقني. وكتبت رانيا قالت إن شتموك لا تفعل شيئا ولا ترد، كن كالنسري إذ هجمته جموع الغرباني بسياحهم لا يرد ولكن يحلق عاليا فيكون فوقهم، قد نشتري كل شيء في الحياة إلا القلوب الصافية فهي تمنح نفسها بلا مقابل وجمال الدنيا بالتواصل مع أصحاب تلك القلوب. ورسالة رانيا التومي الثانية كان تغريبة نوعا ما، كتبت أحمل الحق ولا تخشى الناس فإنهم يسخرون منك ثم يحاربونك ثم يحترمونك، ابتسم لأن لك رب تدعو وتعبده فغيرك يسجد للبقر، ابتسم لأنك أنت هو أنت وغيرك يتمنى أن يكون أنت. طيب معقول الشيء ذي بربي، تو خرجت وعملتها من كل شيء لبرا وبعد تتغطى باسم الدين، تو معقولك أنت عارفة ربي وتعرف اللي ثم ربي، ما قالكش ربي تعمل فيه روح حرام واللبسة ذيك اللي لبستها ريح حرام وكل إغراء في إغراء وكل شيء على بر، وربي يهديك ما عندي ما نقول، وهك نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.